ندفع لهم الدية. مش هيك بلوح. يوم صبتي فيكو قتلين أبوك ورايح تدفع لهم الدية؟ طب أخوك الكبير وطلع جبان، مش كفاية هو؟ حتبقى أنت كمان؟ فايتنا وراح على فين يا حلت أمك؟ فواز لو كمل مع حربي ميت ميت. مفيش حل غير ده يما. لا، في حل تاني. الحل الوحيد إن أخوك الكبير يسترجل ويطخ جابر. يما فهمها لك كيف؟ قلت لك 100 مرة ماليش في الدم. أنا دكتور بعالج الناس. المفروض تقولي لي نفسي أشوفك ماسك مستشفى. نفسي أشوفك بتساعد الناس والناس بتدعي لك. مش نفسي أشوفك بتقتل. أنت فاكرني مش أمك إياك. أنا أمك. وطول عمري بدعي لك. لا. كنت. إنما دلوقت لا. هدعي لك لما تخ جابر. ولما تخ جابر يما. إيه اللي هيحصل؟ صابر أخوه هيسكت؟ ولا هيجي عشان يموت فواز؟ ودايرة الدم مش هتخلص. يا حزن قلبي عليك يا ولدي. ده أنا سميتك طايع عشان تطعني مش عشان تعصاني. شوفني يا رب. ربنا شايفك يما. شايفك بس ما يرضاش باللي بتقوليه. أنا طايع بس طايع ضميري. أزهار خلي بالك من أمك. أول ما نصلحوا أمورنا نبعثوا لكم عشان تحصلونا. يا خيبتك في ولادك يا عواطف. يا خيبتك في رجالتك يا عواطف. يا خيبتي. تعمل إيه يما؟ يما! يما! وبيقولوا علي يما الرجال! يا يما بتعمل إيه؟ رايحة فين يما؟ رايحة أخد مطر أبوكم. مدام بطني ما شلتش رجال. استهدي بالله يما لا تأذي نفسك. هو فيه أذية أكتر من كده. خلاص يما خلاص خلاص هنقعد. بقول لك سيب. يما هنقعد بقول لك. سيب السلاح. هعمل لك اللي أنت عاوزاه. صح أنت ولدي. أنت ولدي صح. قلبي كان حاسس إني مش حيهون عليك. طرق أبوك.